مدبول يبحث مقترحات الربط الكهربائي مع أوروبا وتقديم حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بناء على طلب فلسطين، اجتماع عاجل بجامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية جوا وبحرا إلى تركيا وسوريا لتخفيف من آثار الزلزال المدمر. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية لاستعراض مقترحات للشركة لتنفيذ مشروع للربط الكهربائي مع القارة الأوروبية بقدرة تصل إلى نحو 3 جيجاوات من الطاقة المتجددة مدعومة من الحكومة النرويجية. شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المضي قدما في مشروعاتهم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما تمت إحاطة رئيس مجلس الوزراء بتفاصيل اتفاقية التطوير المشترك لمشروع الأمونيا الخضراء، والذي سوف تقوم سكاتك بتوقيعه مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر للإنتاج الأسمدة موبيكو. في ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع مع كل من وزيري الكهرباء والمالية ومسؤولي صندوق مصر السيادي، حيث سيسلط الاجتماع الضوء بشكل أساسي على حزمة حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لسرعة التوافق حول الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر وما سوف تتضمنه من حوافز للمستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، حيث بحث عددا من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة. تناول الاجتماع عددا من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وأيضا جهود الدولة في سبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة. كما تطرق الاجتماع إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين. وبحث الاجتماع كذلك جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات وحوافز الاستثمار تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب، التي جاء على رأسها مؤخرا تسليم كرت الرخصة الذهبية الذكي ل13 شركة مختلفة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات. خلال اجتماع الاستعراض أهداف المنصة، تم التأكيد على خدمتها لأهداف التنمية في المجتمع وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال. تطرق الاجتماع أيضا إلى أن برنامج التعليم العالي يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة، والتي تشمل برامج تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وبرنامج لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية ومدير مراكز التوظيف بالجامعات المصرية من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة. دشن مجلس الوزراء منصة حوار للمشاركة المجتمعية كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار. وأوضح مجلس الوزراء أن المنصة تستهدف توفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة، وذلك للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، كذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا،
ذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض إيدكس 2023. التقى على هامش الفعاليات نظيره الإماراتي ومستشار رئيس دولة الإمارات، حيث بحث تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين. ووقع رئيس هيئة الأركان مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية مع دولة الإمارات. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض إيدكس 2023 المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال الدفاع والأمن، والذي تشارك فيه مصر بصورة متميزة بعدد من منتجات مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ومجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات والشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تفقد عددا من الأجنحة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بالمعرض. والتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي مستشار رئيس دولة الإمارات. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وعلى هامش المعرض تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين وزارة الدفاع المصرية متمثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الشقيقة والصديقة، وتناولت اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية مع نظيرتها من دول العالم. استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة. وأكد سامح شكري خلال اللقاء على دور التعاون البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أهمية التعاون ما بين المؤسسات التشريعية بين مصر والمغرب، لا سيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة بشكل عام. من جانبه أعرب رئيس مجلس المستشارين المغربي عن اهتمام بلاده بالتعاون والتنسيق مع مصر في إطار الاتحاد الإفريقي، مؤكدا على دعم المملكة المغربية لأمن مصر المائي وحقوقها في مواردها المائية.
بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني، حيث حرص على اطلاعه على الجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر من أجل دعم التهدئة وتشجيع الطرفين على العودة للمفاوضات وكسر الجمود الحالي في عملية السلام. من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين وفي مقدمتهم مصر من أجل احتواء التوتر القائم وتشجيع الأطراف على العودة إلى مفاوضات السلام. تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا عاجلا على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بناء على طلب من فلسطين. يبحث الاجتماع التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. كانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت أمس مدينة نابلس، ما أدى إلى اشتباكات أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا فضلا عن إصابة العشرات. وللمزيد مشاهدينا في هذا الصدد ينضم إلينا من جامعة الدول العربية مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية، يعني الاجتماع لا زال منعقدا في مقر الجامعة، اطلعنا على كواليس هذا الاجتماع وأي معلومات ربما قد تكون رشحت عن هذا الاجتماع. نعم رجائي، بداية مجزرة جديدة تضاف إلى جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس في مدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حين اقتحمت قوات كثيفة من جيش الاحتلال مدينة نابلس وقامت بإطلاق النار على أبناء الشعب الفلسطيني بدعم أن هناك أنه هناك مطلوبين فلسطينيين، ولكن المصادر الفلسطينية أكدت أن هناك أبرياء. الحصيلة النهائية حسب المصادر الفلسطينية تتحدث عن 11 شهيدا ونحو عشرات المصابين الذين سقطوا يوم أمس في مجزرة مدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ومن بين الضحايا هناك مسنين، رجال كبار في السن وأطفال أيضا، وبالتالي نتحدث أو بصدد أبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذين ارتقب بحقهم مجزرة جديدة. بناء عليه وبناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كانت هناك دعوة لعقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وبالفعل بعد ظهر اليوم انعقدت مجلس الجامعة الدول العربية هنا في مقرها بالقاهرة، وكانت هناك مجموعة من الإدانات وطلب من كلمات سفراء الدول العربية التي أدانت بشكل كبير هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هذه الجلسة التي انتهت منذ قليل تحدث فيها مجموعة من مندوبي الدول العربية، منهم كلمة مصر والجزائر والكويت بالإضافة إلى الأردن، وكانت هناك كلمة فلسطين التي تم التأكيد فيها على ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي الذي يمارس بشكل يومي ضد أبناء هذا الشعب الفلسطيني الأعزل، بالإضافة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأيضا المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وهناك سوف يكون هناك تحرك أيضا تجاه هذه المنظمات الدولية لوضعها بصدد هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والتي تقام بشكل يومي، بالإضافة إلى أن الكلمة فلسطين طالبت أيضا بضرورة التعجيل بإقامة مفاوضات عاجلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والوصول إلى تسوية للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية وأيضا مبدأ الأرض مقابل السلام. كانت كلمة فلسطين أيضا طالبت بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب من بناء مستوطنات إسرائيلية أو شرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية، وفي كلمة مصر أدانت هذه العمليات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بناء مزيد من المستوطنات وأيضا شرعنة هذه البؤر الاستيطانية غير الشرعية، بالإضافة إلى أن هناك أيضا
عدة كلمات من مندوبي الدول العربية وسفراء الدول العربية من الأردن والجزائر، أكدت أيضا على هذا المحتوى. منذ قليل انتهت هذه الكلمة التي تم التأكيد فيها على التوجه بشكل عاجل إلى المنظمات الدولية لوضع الكيان الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياته وأمام جرائمه التي ترتكب بشكل يومي. إليك رجائي في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني، مراسل التلفزيون المصري من مقر جامعة الدول العربية. أشكرك شكرا جزيلا. أكدت مصر دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضها تقويض حل الدولتين. جاء ذلك في بيانها أمام اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حيث أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أن اجتماع اللجنة يكتسب أهمية خاصة على ضوء التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وتصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد مزيدا من الاحتقان خلال الفترة الماضية نتيجة للممارسات الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان. إلى ذلك، عم إضراب شامل الضفة الغربية المحتلة تنديدا باستشهاد 11 فلسطينيا بمدينة نابلس على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في شلل مناحي الحياة كافة، إذ أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمحلات التجارية. من جهة أخرى، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش على ضرورة الحفاظ على التركيبة السكانية والسمة التاريخية لمدينة القدس والوضع الراهن للأماكن المقدسة فيها، وشدد كوتيريش على أن وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية، مشيرا إلى أن غاية أهداف الأمم المتحدة تتمثل في إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. شيع جثمان رئيس وزراء فلسطين الأسبق أحمد قرع من مقر الرئاسة في رام الله، وذلك بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كان قرع قد انتخب عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني في أول انتخابات تشريعية فلسطينية، وانتخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني، كما تولى منصب رئيس الوزراء الفلسطيني.
السلامة يا عمي، الحمد لله على السلامة. بتوجيهات من الرئيس السيسي باستمرار إرسال المساعدات الإنسانية لتركيا وسوريا لمواجهة أثار الزلزال المدمر، وصلت طائرة نقل عسكريتان إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية. كما وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتي تركيا وسوريا محملتين بمئات الأطنان من المساعدات الإنسانية. يأتي تلك المساعدات في إطار التضامن الذي تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول في مواجهة الأزمات والتحديات. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار إرسال مساعدات إنسانية إغاثية تضامنا مع الشعب التركي في تخفيف آثار الزلزال المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى دولة تركيا محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفي سياق متصل، وصلت سفينة الإمداد المصرية التابعة للقوات البحرية إلى دولتي سوريا وتركيا، وأعرب المسؤولون عن تقديرهم الكامل للجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومة وشعبا. Thank you. I am very pleased to welcome the two Egyptian military flights to Turkey bearing important and highly valuable medical assistance. We all know the relationship between the two peoples, people of Egypt and Turkey, are excellent. They are historical. طبعا بهذه المناسبة من هذا الميناء ومن لاذقية العرب باسم شعبنا في سوريا نتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى إخوتنا في مصر قيادة وشعبا لهذه المبادرة الطيبة التي تحوي مساعدات إغاثية من مواد طبية وغذائية ومستلزمات للمتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة في السادس من الشهر الحالي، وهذه الشحنة ستكون بمثابة بلسم للجراح لشعبنا في سوريا بشكل عام. فكل الشكر لهذه الجهود، ونحن دائما نعول على دور مصر الرائد في مجال العالم العربي لدعم سوريا، وهذا ليس بجديد على إخوتنا في مصر. نحن في سوريا نعتبر أننا شعب واحد في بلدين. تأتي تلك المساعدات في إطار التضامن الذي تقوم به مصر تجاه أشقائها من الدول في مواجهة الأزمات والتحديات. أعلنت تركيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر إلى 43,556. وقال وزير الداخلية التركي إن 7,930 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزال الأول في السادس من فبراير، مشيرا إلى أن أكثر من 600,000 وحدة سكنية و150,000 من المباني التجارية تعرضت لأضرار طفيفة على الأقل، وأفاد أنه تم نصب حوالي 313,000 خيمة، وسيتم إقامة 100,000 حاوية كبيرة معدة للسكن في منطقة الزلزال. كما أضاف إن بلاده ستجري تحقيقاً موسعاً بشأن مقاولي البناء المشتبه في انتهاكهم لمعايير السلامة. أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن محطات الشبكة الوطنية للرصد سجلت 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات. نعم.
وذكر المركز أن منطقة لواء إسكندرون شهدت أكثر من 47 هزة، مشيرا إلى أن الوضع العام الحالي هو حدوث تباعد للهزات المتوسطة مع استمرار تسجيل الهزات الضعيفة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز قواتها النووية بنشر صواريخ باليستية عابر للقارات، وطرح صواريخ أيضا تفوق سرعتها الصوت إضافة إلى غواصات نووية جديدة. وأشار بوتين إلى استعداده لتمزيق بنية الحد من الأسلحة النووية بما في ذلك وقف القوى الكبرى للتجارب النووية ما لم يتراجع الغرب عن أوكرانيا. سنواصل تزويد القوات الروسية بمعدات متطورة، وسنمدهم بأنظمة صاروخية جديدة ومعدات استطلاع واتصالات وطائرات مسيرة ومدافع. تعمل مصانعنا الآن على زيادة إنتاج الأسلحة التقليدية بالكامل بشكل سريع. سنولي اهتماما متزايدا كما في السابق لتعزيز السلاح النووي. لقد دخل صاروخ جديد الخدمة ضمن قاذفات منظومات الصواريخ هذا العام، وسنواصل الإنتاج المتسلسل لمنظومات صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تطلق من الجو، وسنبدأ في تسليم كميات كبيرة من صواريخ زيركون الأسرع من الصوت والتي تطلق من البحر. في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إن بلاده تسعى إلى تحقيق السلام وفق مواثيق الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أوضح زيلانسكي أنه طالب شركاء كييف بتنفيذ خطة سلام معنية بأوكرانيا ومحاسبة روسيا على شنها عملية عسكرية على بلاده. وكنت قد طالبت كافة الشركاء بالانخراط في عملية تنفيذ خطة السلام المعنية بأوكرانيا، وشاطرنا بعض النقاط وبعض الأوجه المتعلقة بالمساعدات بحيث يمكن النظر بخطة السلام لتحقيق السلام والنظام العالمي، وكل هذه الأمور قد تم التشديد عليها بحيث تكون ضمن ميثاق الأمم المتحدة، لأن كل دول العالم ترغب بأن يتم تحقيق السلام، وآمل أن تستطيع إسبانيا أن تنضم إلى هذه الجهود العالمية التي ترمي إلى تحقيق السلام وجعل الغزاة يتحملون المسؤولية عما اقترفوه في أوكرانيا. نفت الخارجية الصينية تقارير حول بحث بكين تقديم أسلحة إلى سوريا وصفة إياها بحملة تشويه لسمعة الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، قال إن الولايات المتحدة ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة دون توقف. سبق أن نددت بكين بتصريحات أمريكية مفادها أن الصين تدرس إمكان إمداد روسيا بأسلحة لحربها ضد أوكرانيا، مؤكدة الدعوة إلى الحوار لوضع حد للنزاع. إلى ذلك حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر روسيا من مغامة استمرارها في الحرب على أوكرانيا. اتهم بايدن روسيا بارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أمر قوته باجتياح أوكرانيا كان يظن أن كييف والغرب سيقفون مكتوفي الأيدي. ولفت بايدن إلى أن الحرب ليست ضرورة بل هي مأساة، وبإمكان بوتين إيقافها بكلمة واحدة. تعتزم وكالة التعاون الفضائي التابعة للاتحاد الأوروبي يوروجاست إنشاء مركز جديد لدعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في أوكرانيا. قالت مندوبة أوكرانيا في يوروجاست ميروسلافا كراسنوبوروفا، قالت إن أوكرانيا ترى أن جهود المساءلة يجب أن تشمل أيضا محاكمة قادة روسيا عن العملية العسكرية. The crime of oppression. The impunity
for this supreme international crime should never be accepted. جددت الأمم المتحدة التأكيد على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعت المنظمة الأممية دعت روسيا إلى وقف عدوانها على أوكرانيا ووضع حد لإراقة الدماء. فيما قال رئيس الجمعية العامة إن الأزمة المستمرة منذ عام خلقت يأسا وأحدثت نزوحا ودمارا وموتا على نطاق لم تشهده أوروبا منذ عقود، مشيرا إلى أن حجم الخسارة الناجمة عنها هائلة وعصية على الفهم. حث وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا دول العالم على إثبات تأييدها لميثاق الأمم المتحدة وتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى سلام يضمن سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا. وقال كوليبا أمام جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة إنه على الرغم من دعوات موسكو لإجراء المفاوضات إلا أنها لا تزال تريد تدمير أوكرانيا كدولة، وأضاف أن القرار الذي سيطرح للتصويت سيسهم في جهود إنهاء الحرب وحماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن العالم بأسره بحاجة إلى سلام قائم على مبادئ الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة بوريل أمام جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناسبة الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال بوريل في كلمته إن ما تفعله روسيا في أوكرانيا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والعالم بحاجة إلى السلام في أوكرانيا. يستحق الشعب الأوكراني السلام بعد كل هذه المعاناة. وننتقل الآن إلى نيويورك لنقل جانبا من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن أوكرانيا يدعو إلى سلام عادل ودائم. We will continue to provide humanitarian assistance on the ground via different humanitarian actors including OCHA. بدأنا والتدمير الكارثي للبنى التحتية المدنية تعبر بلغاريا عن عميق شواغلها إزاء مواصلة تردي الوضع الإنساني. ندعو إلى احترام القانون الدولي وضمان الوصول الإنساني بدون أي عراقيل. بلغاريا كدول الاتحاد الأوروبي الأخرى واصلت وستواصل فتح حدودها لكل من يهرب من الحرب في أوكرانيا بدون أي تمييز. سوف نواصل توفير المساعدة الإنسانية على الأرض من خلال مختلف الأطراف الإنسانية بما فيها الأوتشا واليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر. While acknowledging that the situation remains very critical and the need for humanitarian assistance. من مقر نيويورك مشاهدينا كنا نتابع هذا الجانب من التصويت على قرار بشأن أوكرانيا يدعو إلى سلام عادل وشامل. على أي حال هذه الجولة الإخبارية لا تزال مستمرة وتتابعون فيها بعد هذا الفاصل. بكين تؤكد أنها لن تشارك في سباق تسلح نووي وستبقي على قوتها النووية عند الحد الأدنى. حث وزراء مالية مجموعة السبع صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية مارس المقبل. جاء ذلك في البيان المشترك لمجموعة السبع الصادر عن الرئاسة اليابانية عقب اجتماع في بنغالور بجنوب الهند. وأكد وزراء المالية في الدول السبع أن العقوبات على روسيا أضعفت بشكل كبير قدرة موسكو على شن هجومها على أوكرانيا، مشيرين إلى أنهم سيواصلون مراقبة فعالية العقوبات عن كثب واتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة إذا ما لزم الأمر. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي قال إن بلده قامت بتصدير أكثر من 22 مليون طن من المنتجات الغذائية لنحو
43 دولة. وأضاف زيلينسكي أن مبادرة تصدير الحبوب تستمر منذ 7 أشهر تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العالمي واستقرار الغذاء العالمي. فرضت العديد من سلاسل المتاجر البريطانية قيودا على كمية بعض الفواكه والخضروات الطازجة التي يمكن للعملاء شراؤها وسط نقص يعود إلى سوء الأحوال الجوية في إسبانيا والمغرب. قالت أكبر سلسلة بقالة في المملكة المتحدة أنها ستحدد مؤقتا لكل عميل شراء 3 عناصر فقط لكل من الطماطم والفلفل والخيار. وألقى معارضو قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي باللوم على بريكسيت في نقص الفاكهة والخضروات، لكن محللين مختصين في هذا المجال قالوا إن السبب الرئيسي هو الأحوال الجوية المتقلبة التي تضر بالمحاصيل في إسبانيا والمغرب، وهما اثنان من الموردين الرئيسيين للمملكة المتحدة للأغذية الطازجة في الشتاء. أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، وذلك للمرة الأولى بعد 7 زيادات متتالية مع تزايد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. جاء تجميد سعر الفائدة عند 3.5% وسط مخاوف متزايدة من أن التشديد النقدي القوي الذي تم فرضه خلال الأشهر 18 الماضية قد يؤدي إلى تهدئة النمو بشكل مفرط. كما خفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي من 1.7% إلى 1.6%. كذلك خفض من توقعاته لنسبة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من 3.6% إلى 3.5%. أكدت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة أن الصافي أرباحها المعدلة ارتفع إلى 13.3 مليار يورو في 2022 لتسجل أعلى أرباح لها في أكثر من عقد، إلا أن أسهمها تراجعت وسط تركيز الأسواق على ضعف أنشطتها للاستكشاف والإنتاج في الربع الأخير من العام. وصل صافي الأرباح المعدل في الربع الرابع من العام الماضي إلى 2.5 مليار يورو، وتراجعت أسهم المجموعة الإيطالية ب1% خلال التعاملات وسط شعور المستثمرين بخيبة أمل إزاء أداء أنشطة الاستكشاف والإنتاج. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن بكين لن تشارك في سباق تسلح نووي مع أي دولة، وستبقي دائما على قوتها النووية عند الحد الأدنى الذي يراعي متطلبات الأمن القومي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للتعليق على أحدث التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الصين لديها قاذفات أرضية باليستية عابرة للقارات أكثر من الولايات المتحدة، وأنها تخطط لزيادة عدد الرؤوس الحربية التي تمتلكها. أعلنت السلطات الصحية في الصين القضاء على وباء كوفيد-19 بشكل أساسي، وقالت المصادر الصحية أنه تم تعزيز نظام الرعاية الصحية تحسبا لانتشار الفيروس في المناطق الريفية، مشيرة إلى أن أسرة واحدة العناية المركزة زادت إلى 404,000 من 198,000 سرير في السابق. قالت السلطات الصينية أن 4 أشخاص في الأقل قتلوا، فيما أصيب 6 آخرون فضلا عن فقدان 49 شخصا في انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الانهيار خلف كومة من الحطام على مساحة 500 متر مربع تقريبا وارتفاع يقدر بنحو 80 مترا. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين على الرغم من وقوع انهيار أرضي ثان. قالت وسائل إعلام رسمية أن 300 من رجال الإنقاذ و60 عربة إطفاء كانوا في الموقع للمساعدة في البحث عن عمال المناجم المحاصرين. We'll be right back.
انتهت اليوم عملية تدريب أول مجموعة من كوادر نشر الثقافة الرقمية بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية. كانت المبادرة بدأت في 5 محافظات، هي القليوبية والغربية وبني سويف والبحيرة وسوهاج. تم خلال المبادرة تجهيز 100 معمل رقمي في مدارس المحافظات الخمس وتدريب كافة طلاب ومعلمي المدارس المائة على أساسيات التكنولوجيا الرقمية. وأيضا تتوسع مؤسسة حياة كريمة في نشر الثقافة الرقمية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من طلاب ومعلمين في المدارس بالتعليم بجانب تدريباتها التكنولوجيا المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطط المؤسسة لبناء الإنسان والسعي إلى إكساب المواطنين مهارات التكنولوجيا الرقمية الحديثة. شهدت القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء دعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الأقصر، شهدت توقيع الكشف الطبي على المواطنين وأيضا صرف العلاج لهم بالمجان. قدمت القافلة الطبية الخدمات للمواطنين وصرف العلاج بالمجان لأكثر من 1000 مواطن بقرية كومير بمركز إسنا وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء. اختتمت القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة رأس غارب الصحية أعمالها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تم توقيع الكشف الطبي على 696 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين. تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة فاطمة خليل. مساء الخير يا فاطمة. مساء نور رجائي، مساء الخير أدا، أهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا جديدا يستعرض تأثير الأزمات العالمية على كل من الدول المتقدمة والناشئة. أشار التحليل إلى أن العالم واجه مجموعة كبيرة من الأزمات منذ عام 2020، بداية من جائحة كورونا إلى أزمة ارتفاع تضخم وديون، وصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية. أضاف المركز أن الأزمات المتلاحقة خلال السنوات الثلاث السابقة تسببت في إحداث مسارات متباينة للاقتصادات المتقدمة والنامية، سواء على مستوى نمو الإنتاج أو مستوى نمو الاستثمارات. انطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر سيدات أعمال مصر بجامعة الدول العربية تحت عنوان التنوع التجاري من أجل الاستدامة. يهدف المؤتمر إلى ترويج الاستثمار في مصر وتعريف سيدات الأعمال بالفرص المتاحة والتصدير وتنويع مصادر التجارة، أيضا الترويج للمناطق السياحية والأثرية. وخلال الجلسة تم تناول أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية الاقتصادية في مصر والدول العربية والإفريقية في مختلف المجالات والقطاعات، وتبذل الجمعية جهودا حثيثة لزيادة قدرات المرأة بهدف التنمية الشاملة للمجتمع ككل، خاصة في ظل النجاح الذي أثبتته رائدات وسيدات الأعمال خلال الفترة الماضية. ساعة
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات في ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل مؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين العرب الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.79 تريليون مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2 ملياري جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.35% ليبلغ نحو 17,003 نقاط، وكما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 21% ليبلغ مستوى نحو 2971 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.13% إلى قيمته ليبلغ مستوى 4436 نقطة. أعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية عن ارتفاع قيمة الاستيراد من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 47.2% خلال العام الماضي بقيمة 3,500,000,000 دينار، أو ما يعادل نحو 4,900,000,000 دولار مقارنة من عام أو مع عام 2021. وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية عام 2021 نحو 2,400,000,000 دينار، ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من الطاقة. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجاء وأدى لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مدبولي يبحث مقترحات الربط الكهربائي مع أوروبا وتقديم حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. بناء على طلب فلسطين، اجتماع عاجل بجامعة الدول العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية جوا وبحرا إلى تركيا وسوريا للتخفيف من آثار الزلزال المدمر. مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري. في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة. إلى الملتقى. إلى اللقاء.